الجواز، ايه الشيء الفشيخ الجاحد المبهر اللي يخليك تتجوز واحدة بتحبها؟ كل يوم بيعدي بنتأكد اكتر ان الجواز نهاية الحب. الدافع ورا الجواز حاجة تانية غير الحب؟ ممكن تكون عايز تتجوز مثلا عشان يبقى عندك عيال يشيلوا اسمك وتعمل لهم كل اللي انت اتحرمت منه وتعلمهم يتفوا على عمه. بلاش غباء، بلاش دين ام غباء. مش الشقة والشبكة وفستان الفرح هما اللي بيخلوا الست حامل على فكرة. نفسك يبقى عندك اولاد؟ اتبناهم، اكفوا اليتيم على الاقل لما يكبر وينحرف ويبقى مدمن وتقفشه وبيتحرش بمهيطاز بنت اخوك، مش هتحس باي تأنيب ضمير وانت بتقوله انت لقيت، انت مش ابني، انت ابن متناكة. يمكن انت عايز تتجوز عشان تنيك، يعني خلاص عندك كل خبرات الحياة ومش فاضل غير تجربة النيك في الحلال. انت عبيط يا ابني، الافلام اللي بتتفرج عليها حاجة والواقع حاجة تانية. في الحرام انت بتنيك، في الحلال الاول هتنيك، بعد سنة جواز هتبقى عامل زي البضان، لا بتنيك ولا بتخلى من النجاسة، بعد سنتين جواز هتبقى بتتناك. بس نقطة كمان مهمة جدا، اغلب البنات اغلب مش كل بيهتموا بنفسهم لحد ما يتجوزوا. بس يعني لو فاكر ان انت طول عمرك هتفضل عايش مع البالارينا اللي انت عرفتها قبل ما تتجوزها تبقى حمار. انت خلاص اتجوزتها، هتفضل قاعدة على طيزها، تاكل تشرب تعمل بيبي تاكل تاني، تتخن تحس بمغص ترجع يجيلها امساك، احد حامل الحمل تعبها وبتنام 12 ساعة، تقوم انت تطبخ تكنس تغسل تمسح تلعن دين ام اليوم اللي اتجوزت فيه. واحد لطيف بقى اللي عارف اللي هم قال بس الجواز ده نص الدين. بص دين امك، بص صلي وصوم وزكي وما تسرقش وما تزنيش وخش الجنة بمجموع 50%. هو انت قمة طموحك انك تتجوز، اتخرجت واشتغلت وبقيت شاطر في شغلك، عملت المشروع اللي تحلم بيه، بقيت غني وامنت مستقبلك 100 سنة قدام، جبت فيلا في جولدن هايتس، شاليه في كامبوديا ريزورت، راكب عربية بوجاتي مازيراتي، شبشب حمام زيكو بصباع ذهب بعيار 44.5، حاسس بالملل والفراغ وان الدنيا ما فيهاش اي جديد، قررت تتجوز بقى، تتجوز واحدة تضيع الملل والفراغ والفيلا والشاليه بوجاتي مازيراتي حتى شبشب زيكو، هتضيع هتخليك حافي وبعد كده تقولك طلقني. تلاقي واحد ابن وسخة بقى بيتجوز على مراته. يا ابن الوسخ، بدل ما تتجوز اتنين طلق واحدة يا ابن الوسخ.